فنانين ماتوا فقراء، فنانين ماتوا ولم يجدوا ثمن العلاج، منهم من أصيب بالشلل ومنهم من أصيب بأمراض الكبد. الأزمات الصحية لحقت الكثير من الفنانين، وكثير منهم لم يستطيعوا الإنفاق على علاجهم، منهم أمراض الكبد والعمى والجلطات وغيرها من الأزمات الصحية التي أودت بحياة الكثيرين من الفنانين. نستعرض لكم في فيديو اليوم فنانين ماتوا فقراء، فنانين ماتوا ولم يجدوا ثمن العلاج. البداية مع الفنان علي حميدة. فوجئ جمهور الفنان الراحل علي حميدة بمداخلة هاتفية مع الإعلامية عمرو أديب، كشف فيها عن تفاصيل مرضه الأخير الذي بدأ بحصوة في المرارة وإصابة في الجهاز الهضمي وعمل مسح ذري له. تبين إنه مصاب بورم سرطاني ضرب الكبد والمرارة ووصل إلى الرئتين. استدعت حالة علي حميدة العلاج على نفقة الدولة، وبالفعل تم نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم لحالته، غير أن الحالة تدهورت تماما. وكشف الفنان علي حميدة إنه لم يتواصل معه أحد من الفنانين أو النقابة، ليعلم بعدها النقيب الفنان هاني شاكر تكفله بالحالة، وتم نقل علي حميدة إلى إحدى المستشفيات بالإسكندرية. بعد استغاثته بعدد من الفنانين، غادر علي حميدة المستشفى بتاريخ 3 فبراير عام 2021 وتوجه إلى مسقط رأسه بمحافظة مرسى مطروح، وأخفت عنه أسرته نبأ إصابته بسرطان الرئة قبل أن يرحل عن عالمنا في 11 فبراير من نفس العام. وكان علي حميدة قد بكى من شدة حاجته للمساعدة قبل أن تستجيب لاستغاثته وزارة الصحة بسبب إعلانه تسديد مبلغ حوالي 13 مليون جنيه لمصلحة الضرائب. اضطر من أجل سدادهم لبيع شقتين وفيلا في مدينة مرسى مطروح. الفنان جورج سيدهم أحد أضلاع فرقة ثلاثي أضواء المسرح الذي رحل عن عالمنا يوم 27 مارس عام 2020 إثر إصابته بجلطة. له قصة طويلة مع المرض أقعدته لسنوات عاجزا عن الحركة. كان جورج سيدهم مسؤولا عن أموال فرقة الثلاثية، وكان شقيقه يدير هذه الأموال. وفي يوم من الأيام استولى شقيق جورج سيدهم على هذه الأموال وفر هاربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في صدمة شديدة لجورج سيدهم وأقعده لسنوات بعد إصابته بجلطة. توفي بعدها بأعوام بعد صراع مع المرض. الفنان سيد زيان. رحلة طويلة من المرض عانى معها الفنان الراحل سيد زيان، حيث أصيب بجلطة في المخ عام 2003، مما ترتب عليها إصابته بشلل نصفي، فابتعد عن الأضواء لتسع سنوات كاملة لم يبرح خلالها منزله. وظل سيد زيان خلال السنوات التسعة يسير على روتين علاجي، حيث يتلقى طعام الإفطار وينام ساعة ثم يستيقظ ظهرا ليبدأ رحلة العلاج الطبيعي يوميا على مدار 6 جلسات علاجية، من بينها العلاج بالحمام المائي بحسب تصريحات ابنته إيمان التي أكدت أنه كان يتحسن على هذا العلاج. عانى سيد زيان ماديا بسبب مرضه الطويل ورحلته التي كانت مؤلمة، وحفظ القرآن الكريم ورتله أثناء هذا المرض، ووجهت ابنته إيمان استغاثة للمسؤولين والذين أعلنوا تكفلهم بحالته الصحية. الفنان المنتصر بالله. تعرض الفنان الراحل المنتصر بالله للإصابة بجلطة في المخ عام 2008، مما دفعه للاختفاء عن الأنظار
وخاصة بعد تعرضه لغيبوبة طويلة أثرت على الجانب الأيسر من جسده. كاد المنتصر بالله يلقي حتفه فور إصابته بالجلطة وموت 3 فصوص من المخ، كما كاد الأطباء يفقدون الأمل في نجاته، إلا أنه استطاع الحياة بعدها لمدة 12 عام. كان أكثر المتواصلين معه من الوسط الفنية الفنانة شيوكار والفنانة رجاء الجداوية والفنانة نادية لطفي. واشتكت زوجته من إهمال النقابة والوسط الفنية لحالته الصحية وتدهور حالته المادية بسبب الإنفاق على العلاج كل هذه السنوات. الفنان يونس شلبي. أصيب الفنان الراحل يونس شلبي بأزمات صحية متتالية إثر ارتفاع نسبة السكري في الدم، فأصيب بغرغرين في أصبع القدم وضيق الشرايين وأجرى عمليتين في القلب. وتأثر يونس شلبي بوفاة والدته وصرخ قائلا: شراييني ماتت معاك يا أمي. وتدهورت صحته وأصيب بجلطة في القلب والمخ وأجرى عمليتي قلب مفتوح. وناشدت زوجته نقابة المهن التمثيلية بالتكفل بمصاريف علاجه التي زادت عن الحد. وتوفي يونس شلبي في 12 نوفمبر من عام 2007. الفنانة سعاد حسني. أكثر الفنانات شهرة وجمالا وتألقا، ماتت وهي لا تملك سوى مبلغا زهيدا للعلاج بعد أن منعت الدولة عنها الإعانة المخصصة لعلاجها والتي كانت تصلها في إنجلترا. وسقطت سعاد حسني من شرفة منزلها في لندن وهي لا تمتلك سوى 3950 جنيه استرلينية مخصصة لعلاجها و58 جنيه لنفقتها الشخصية والمعيشية. الفنان إسماعيل ياسين. بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفنان المصري إسماعيل ياسين في مسيرته الفنية وحصوله على أفلام باسمه في السينما المصرية، أصبح الطلب عليه خفيفا في الأفلام في أواخر أيامه، فعاد لتقديم المونولوجات على المسرح والتي كان قد انصرف الجمهور عنها أيضا. وشارك إسماعيل ياسين في أعمال لم تكن تليق بمكانته واسمه مما أصابه بالإحباط، حيث اضطر لبيع ممتلكاته وأصيب بأزمة قلبية مفاجئة ومات على إسرها عام 1972. الفنان عبد السلام النابلسي. أصيب الفنان الراحل عبد السلام النابلسي بمرض خطير في المعدة قبل وفاته، كما مر بمجموعة من الأزمات في حياته منها إفلاس البنك الذي كان يودح فيه أمواله، كما مر بأزمة مع مصلحة الضرائب وكاد يدخل السجن ويتعرض للمقاضاة في حال عودته من لبنان. وتوفي عبد السلام النابلسي عام 1968 وهو في الطريق إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته بعد تدهورها. وتكفل الفنان فريد الأطرش بمصاريف جنازته لأنه لم يكن يمتلك المال. الفنان عبد الفتاح القصري. مأساة الفنان عبد الفتاح القصري من أصعب المآسي التي قد يتعرض لها أي شخص. أصيب القصري بمرض السكري وفي أحد العروض المسرحية وأمام الفنان إسماعيل ياسين بدأ في الصراخ على خشبة المسرح: أنا عميت أنا عميت. فظن الجمهور إنها دعابة أو كلمة في سيناريو المسرحية فانفجروا ضاحكين، إلا أن إسماعيل ياسين أدرك المأساة بعد فقدانه للبصر إثر ارتفاع السكري في الدم. أجبرته زوجته على تطليقها لترتبط بعدها بشاب يعمل صبي بجال. ظل القصري يرعاها لسنوات وزادت من مأساته بعد إجباره على أن يكون شاهدا على عقد زواجهما، وحبسته في غرفة بشقته التي تزوجت فيها من الشاب. أصيب عبد الفتاح القصري بتصلب في الشرايين وفقد الذاكرة وأخذته شقيقته لرعايته. ودشن عدد من الفنانين من بينهم ماري منيب وهند رستم حملات للتبرع للقصري، واستطاعوا الحصول له على شقة بمساكن شعبية ليستطيع العيش فيها.
وتبرع له الكاتب يوسف السباعي بثمن غرفة نوم جديدة. رحل عبد الفتاح القصري عن عالمنا في 8 مارس عام 1964 وتحمل نفقات جنازته بعض من أصدقائه المخلصين من الوسط الفني.